متابعينا متابعي موقع بصرة الإخباري هنا من داخل النصب التذكاري للجندي المجهول وبالتحديد من أمام مقبرة الرئيس المؤمن محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، عاش من أجل السلام واستشهد من أجل المبادئ. تلك هي الذكرى الطيبة، ذكرى 6 أكتوبر العام 73، ذكرى تحمل معاني النصر، ذكرى تحمل معاني الكرامة، تلك الذكرى الخالدة في أذهان كل مصري ومصرية عاش على أرض مصر وترعرع في أركانها وعاش على أرضها. تلك هي الذكرى، ذكرى 6 أكتوبر لعام 1973، ذكرى حرب أكتوبر المجيد، تلك الذكرى التي استعاد فيها الجنود المصريين أرضهم المحتلة من قبل العدو الغاشم. هؤلاء هم أبطال ضحوا من أجل تراب تلك الأرض وتلك البقعة الطيبة وهي سيناء الحبيبة، والتي ذكرت في القرآن الكريم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نعم، إنها هي البلد الأمين، مصر التي ذكرت في القرآن 5 مرات بصيغ مختلفة. والآن من أمام قبر الرئيس الراحل الرئيس المؤمن محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، عاش من أجل السلام واستشهد من أجل المبادئ. متابعينا متابعي موقع بصرة الإخباري، ومنذ الصباح الباكر يتوافد مئات المواطنين إلى قبر الجندي المجهول بالقاهرة، وبالتحديد إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. إسلامي يا مصر، إنني الفدا ذي يدي، إن مدت الدنيا يدا أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، أنت لقلبي بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة، وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهامة أفتديها بفؤادي. نعم، حي آل كتاب والشعراء والمفكرين في حق تلك البقعة المنيرة وتلك البلد الآمنة مصر. قال تعالى في محكم كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. متابعينا متابعي موقع بصرة الإخباري في كل مكان، ما زلنا مع حضراتكم من أمام قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومن أمام النصب التذكاري للجندي المجهول. تلك هي الأماكن التي يتوافد إليها مئات المواطنين لإحياء ذكرى النصر، ذكرى حرب أكتوبر المجيدة التي ضحى من أجل النصر شباب ورجال عاشوا من أجل مصر وماتوا من أجل تراب تلك الوطن. والرئيس محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية في تلك اللحظات وصاحب الضربة الجوية الأولى، لن ننسى أبدا دوره العظيم في حرب أكتوبر المجيد.
متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخبار، ونحن نحتفل بكل فخر واعتزاز بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر، بعد أن مر 50 عاما على هذا المشهد التاريخي لواحدة من أعظم ملامح النصر والنضال في التاريخ. يمر العام بعد العام ولا ننسى ما حققه الشعب المصري الصابر من خلال رجال من ذهب، رجال الجيش المصري، خير أجناد الأرض، الذين سجلوا نصرا عزيزا سيبقى أبد الدهر تاجا فوق رأس كل مصري ومصرية. متابعينا في كل مكان ومن داخل النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رجل الحرب والسلام، حي توافد عشرات المواطنين منذ الصباح إلى مقر الجندي المجهول، ووضعوا العديد من الزهور ووضعوا العديد من الزهور ووضعوا العديد من الورود أيضا على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إحياء لذكراه. ومنذ دقائق معدودة قد أتى إلى هنا السفير الروسي ووضع إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إحياء لذكراه وتمجيدا لدوره العظيم في حرب أكتوبر المجيد. ستظل مصر رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو يريد بمصر سوءا أو أراد بمصر ضررا، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا أكرم الأكرمين. رئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، وتم إقامة هذا النصب التذكاري للجندي المجهول تخليدا الشهداء معارك التحرير التي خاضها في 6 أكتوبر عام 1973 العاشر من رمضان 1393. متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري في كل مكان، يعني ما أجمل من لا أجمل من تلك ذكرى ولا تلك أيام طيبة نتذكر فيها هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تراب تلك الوطن، ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل عودة تراب أرض سيناء إلى مصر مرة أخرى بعد أن يعني تعدى عليها العدو الغاشم، ولكن برجال مصر الشرفاء وبقيادتها الحكيمة ورجال القوات المسلحة الذين لم يدخروا أرواحهم وضحوا بأرواحهم فداء لتلك الوطن الغالي. حيّا منذ الصباح الباكر توافد عشرات من المواطنين إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية والذي خاض حرب أكتوبر لعام 1973 وحقق النصر المجيد للقوات المسلحة بفضل توفيق الله وبفضل شجاعة ونبل الجندي والقائد المصري. اللهم بحفظك احفظ مصر، بكرمك اكرم اهل مصر، وبعفوك اعف عنهم. اللهم احفظ مصر يا اكرم الاكرمين. اللهم من اراد بمصر سوءا فيجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا اكرم الاكرمين، واجعل اللهم مصر في العليين
واحفظ اللهم مصر شعبا وجيشا ودولة وحكومة، وبارك اللهم لنا في أرضنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين. حقيقة تفاصيل جميلة وتفاصيل رائعة إلى مبنى الجندي المجهول اللي تم إنشاؤه في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رجل الحرب والسلام، عاش من أجل السلام واستشهد من أجل المبادئ. نعم، وهو نشيد القوات المسلحة المصرية، رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا، وصناك يا مصر طول الزمن يبقى شبابك جيلا فجيلا، وعلى كل أرض تركنا علامة قلاعا من النور تحمي الكرم. ما أجمل من تلك هذه الكلمات، وما أجمل من إلقائها في تلك الذكرى الطيبة، وهي ذكرى نصر أكتوبر العظيم لعام 1973 والعاشر من رمضان، وتلك أيضا الحرب التي كانت في أيام مباركة وتحدى بها الجندي المصري العالم كله، وحارب وهو صائم حتى ينال الشهادة في أبهى صورة. متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري، دمتم في رعاية الله وأمن، كل عام وحضراتكم بألف خير. ما زلنا مع حضراتكم ننقل لحضراتكم مراسم واحتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر العظيم، وبالتحديد من النصب التذكاري من أمام قبر الرئيس محمد أنور السادات. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والسلامة من كل سوء. متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري، دمتم في رعاية الله وأمن، كل عام وحضراتكم بألف خير. كان معكم أحمد كدومة، استنونا في لايف جديد ولسه مع حضراتكم مكملين.